ما سألتش نفسك بعد ما عملت الكرش وتعبت فيه هو واللي جنبه وجاه الوقت اللي تعمل فيه فورمة الساحل وتخس، الدهون اللي جوه جسمك دي هتروح فين؟ مين هيعتني بها من بعدك؟ هل هتتحول لعضلات جوه الجسم ولا هتطلع مع العرق او تسيبك في الحمام؟ هتروح فين من بعدك؟ مين هيعتني بيها وياخد باله منها؟ وليه الأفضل بيأثر؟ أكيد الدهون جوه الجسم بتتحرق، بس هي بتتحرق إزاي أصلاً جوه الجسم؟ أو بتخرج بره الجسم برضه إزاي؟ وهل فعلاً الدهون ممكن تتحول من دهون لعضلات ولا لأ؟ فعشان كده هنعرف ده كله النهاردة، فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، لعلكم بخير وفي أحسن حال. الأكل والمشروبات والحلويات والسكريات، أي شيء دخل من بقك دخل جوه الجسم يتحول في النهاية لسعرات، والسعرات دي بتدينا الطاقة، والطاقة دي بيستخدمها الجسم في كل فعل وفي كل حركة وفي كل نفس وفي كل حاجة بيعملها الجسم، هو بيستخدم الطاقة دي. والسعرات دي لما بتخش الجسم، الجسم بيستخدم بس اللي هو محتاجه، ما بياخدش أكتر من اللي هو محتاجه، ويقوم محول باقي السعرات الحرارية اللي دخلت زيادة مع الأكل أو مع المشروبات أو أي ناكل اللي دخل جوه الجسم، محولة السعرات الزيادة دي تروح محولها دهون. الدهون مع بعضها تروح تتجمع وتتكون مع بعض وتضم على بعضها حبايب بعض وتكون لنا طبقات الدهون في الجسم اللي هو الكرش والجناب والفخاد وفي كل حته على حسب توزيع الدهون تبقى ازاي في الجسم. ومع تكرار الامر ده ويكون في سعرات حراريه بتدخل جوه الجسم بشكل متكرر على طول، تلاقي ان الدهون دي بدات تتكون عندك، والجسم اصلا بيكون عنده قابليه اكتر انه يخزن الدهون لانه خلاص اتعود ان في سعرات حراريه كتير داخل الجسم ويبدا يحولها لدهون. والدهون بتتخزن جوه الجسم في حاجه اسمها ترايجلسرايد او الدهون الثلاثيه. والدهون عامه في الجسم بيبقى ليها شكلين او على نوعين، يعني نوع اسمه وايت فات سيلز او الخلايا الدهنيه البيضاء، ودي بتمثل اغلبيه طبقات الدهون اللي عندنا في الجسم زي الكرش والجناب وغيره. والنوع الثاني اللي عندنا اسمها براون فات سيلز او الخلايا الدهنيه البنيه، ودي برضو بتمثل خلايا دهنيه او طبقات دهنيه في اماكن معينه من الجسم زي عند الرقبه وعند الكتاف، بس كمان بتكون ميزتها انها سريعه في الحرق لانها الجسم بيحتاج درجه حراره معينه، فهي بتتحرق عشان توفر درجه الحراره دي للجسم عشان يحافظ على المعدل الطبيعي لدرجه حراره الجسم. ولما يحصل وتبدا انت تنتظم في الدايت بتاعك وتقلل من سعراتك وتنتظم في الرياضه عشان بس تحرق الدهون اللي عندك، جسمك عشان يحافظ على كيانه لانه خلاص في سعرات حراريه بقت ناقصه جدا عن اللي كان بتدخله، وكمان في مجهود زياده بيبذله، فهو عايز سعراته اللي كان متعود عليها او عايز سعرات قريبه منها شويه عشان يحافظ على نفسه، فما قدامهوش غير حل واحد بس، انه يروح للدهون دي ويبدا يقول للدهون معلش اديني مخزون السعرات الحراريه اللي عندك عشان انا محتاجه، لان عندي عجز في السعرات دي وانا محتاج اقوم بانشطه معينه، فيبدا الدهون تتكسر وتتحول عندنا لحاجات معينه جوه الجسم. ازاي تتكسر بقى جوه الجسم؟ في انزيمات معينه بتفرز جوه الجسم تروح للدهون تكسر الدهون دي وتحول الدهون دي لحاجه اسمها احماض دهنيه. الاحماض الدهنيه بتتكون من ثلاث حاجات، بتتكون من الكربون والاكسجين والهيدروجين، مربوطين مع بعض بحاجه اسمها الروابط. يقوم وقت النفس وانت تتنفس يقوم داخل الاكسجين معانا جوه الجسم ورايح للاحماض الدهنيه، اللي عند المركب ده اللي هو ما بين الاكسجين والهيدروجين والكربون يبدا يكسر الروابط ما بينهم، ودي حاجه اسمها عمليه الاكسده، بتكسر الروابط دي. تكسير الروابط دي بيدينا الطاقه اللي محتاجها الجسم عشان يقوم بالانشطه اللي هو كان عايز يعملها. برضه يعني ايه اكسده ويعني ايه تكسير؟ خليني بس افهمها لك بمثال بسيط. تخيل كده معانا دي الاحماض الدهنيه وهنا مربوطين مع بعض بالحتت دي اسمها اللي هي الروابط، ده الاكسجين وده الكربون وده الهيدروجين، وهنا مربوطين ببعض بالروابط اللي احنا قلنا عليها. يقوم يخش الاكسجين مع النفس اللي انت بتتنفسه وينزل على الاحماض الدهنيه دي ويبدا يكسر الروابط دي ما بين المركبات، يكسرها اللي هو يبدا يعمل كده، يكسر الاجزاء دي اللي هو يكسر الاجزاء دي ما بينها ما بين بعض. ومع التكسير ده بيكون عندنا ثلاث حاجات، اهم حاجه من ناتج تكسير الروابط دي اللي هي الطاقه اللي كان محتاجها الجسم. في حاجتين تاني اتكونوا ودول هم النواه اللي بيخرج من خلالهم الدهون بره الجسم. اول حاجه بتتكون عندنا واللي هو CO2 او ثاني اكسيد الكربون، وده اللي هو اول واكبر مصدر بتخرج به الدهون بره الجسم، بيمثل 84% الدهون، يعني بتطلع مع النفس وانت بتتنفس. وتاني مصدر واللي هو الميه اللي هو H2O، برضه ده ثاني مصدر بيخرج منه الدهون بره الجسم، بتمثل 16% بتخرج معاك في البول او في العرق. وكمان ساعات الدهون اللي هي انت بتبكيها وقت ما بتبدا تنتظم في الدايت لانه قاسي شويه، وبمناسبه انه قاسي شويه ما تنساش تنزل تحت تعمل لايك وتشترك في القناه لاول مره تشوفني، تخش هنا هتلاقي فيديوهات كتيره جدا عن ازاي تنتظم في الدايت ويكون سهل بالنسبه لك وتخس باسرع وقت. نرجع لكلامنا، زي ما قلنا ان الدهون بتخرج من جسمك على شكلين، يا اما عن طريق الميه اللي هو البول والعرق، يا اما عن طريق النفس وده المصدر الاكبر. ولسخريه القدر بعد فتره من الزمن والاكل وادخال سعرات حراريه كبيره جدا جوه جسمك لحد ما تكونت عندك الكرش والجناب وغيره، تيجي لما بتبدا تنتظم في الدايت وتبدا انت عايز تخس تخرج الدهون في الاخر بره جسمك عن طريق النفس. تخيل كده الامر العابس ده ان انت بتاكل كتير وفي الاخر تطلع عن طريق النفس. وعشان كده اكتر حاجه بتحرق الدهون جوه الجسم هو النفس الكتير، وده هيخلي تيجي حاجه في دماغك، طب انا لو اتنفست كتير
كده هو ممكن انا اخس اسرع لان انا خلاص اتنفست اسرع، في اكسجين داخل كتير، فبالتالي في روابط بتتكسر وفي احماض دهنيه بتتكسر وبالتالي هتطلع الدهون مع النفس ده. ده غلط لان النفس بالشكل ده هيدخلك في حاجه اسمها هايبر فنتيليشن ودي مشكله اصلا، لكن بالطريقه دي عمرك ما هتبدا تخس. عشان تخس لازم يحصل عجز في السعرات وبرضه يزيد النفس، فهو الحل الامثل او التركيبه الامثل انك تخس بالطريقه دي هو انك تقلل من سعراتك، وده عن طريق انك تقلل من اكلك، انه لازم القلب يضخ كميه دم اكتر عشان النفس يزيد، ويضخ كميه الدم الاكتر دي وقت ما انت تنتظم في الرياضه، واحسن رياضه تنتظم فيها المشي، يخلي ضخ الدم يزيد من طريق القلب وبالتالي النفس هيزيد، ومع عجز السعرات اللي حاصل عندك في الجسم هتلاقي ان النفس بتاعك زاد احسن، وكمان الدهون اللي بتتحرق في جسمك تكون نسبتها اكبر، فبالتالي هتلاقي نفسك بتخس بشكل اسرع. طب هيجي في بالك اخر سؤال، هل فعلا انا لو انتظمت مثلا في الجيم هل ممكن تتحول الدهون اللي جوايا دي لعضلات ولا مش ممكن انها تتحول لعضلات؟ بص خليني اديك مثال عشان تفهم بيه اللي انا عايز اقوله. دلوقتي انت لو معاك شويه ميه ورحت حاططهم في الفريزر، هل الميه دي بعد ما تتجمد هل هي هتتحول لحديد ولا هتتحول لتلج؟ كذلك الامر لو معاك حته تلج وجيت حطيتها على النار، هل هي هتتحول لميه وبعضها بخار ميه ولا هي هتتحول لنوع تاني من المواد؟ علاقه الكلام اللي بقوله ده بالدهون ان هو ما ينطبق على الميه بينطبق على الدهون في نفس الحاله دي. انت لما بتدخل دلوقتي كميه اكل كبيره لجسمك يعني سعرات زياده فبتتخزن على شكل دهون، لما بتيجي تخس الدهون دي بمعنى انك تكسر الدهون دي عمرها ما بتتحول لعضلات، لا هي بتتحول لاحماض دهنيه، والاحماض الدهنيه تتكسر وكده بتطلع معانا في النفس ومعانا في البول والعرق، لكن عمرها ما بتتحول لشكل دهون لعضلات. لكن العضلات محتاجه حاجه ثانيه زي الاحماض الدهنيه والبروتين ونوع معينه من الفيتامينات عشان تخلي عندك كتله عضليه كويسه، انما العضلات بتحتاج الدهون في حاجه واحده بس، انك انت بتعوز منها مصدر للطاقه. زي ما قلنا ان الدهون بتتكسر وتديك طاقه ومع انها مصدر كويس جدا للطاقه، فانت لما بتنتظم في الجيم فالجسم بيبدا يحرق من الدهون دي عشان يحولها لطاقه عشان العضلات تستفاد من الطاقه دي وهي بتبذل مجهود، انما اللي بتعد ده العضلات اللي هو البروتين زي ما قلنا. واديك كده عرفت ازاي الدهون بتتكسر جوه جسمك وبتطلع كمان على شكل ايه من الجسم. وبس كده ده فيديو النهارده، ما تنساش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفاد من الفيديو النهارده، وتعرف الناس ازاي الدهون بتتحرق، وتنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه، وتشترك فيها لو اول مره تشوفني على اليوتيوب، وما تنساش بقى اللايك والشير بتاعك الجمال عشان الفيديو ينتشر. اشوفكم فيديو جديد، سلام.